الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الندم على إنكار اليوم الآخر يوم لا ينفع الندم. لا يوجد شيء أيها الإخوة يهم الإنسان إلا بينه الله لنا في هذا الكتاب العظيم، وحذرنا أن نأتي يوم القيامة ونحن معرضون عن الله في الدنيا فنخسر الحياة ونندم على ما فعلنا، ولكن لا ينفع الندم. يقول الله تبارك وتعالى عن الذين ينكرون الآخرة ويزعمون أنهم كيف يبعثون وقد أصبحوا رفاتا وعظاما إلى آخره. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآيات: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. هؤلاء يسمون في العصر الحاضر بالدهريين أو الذين ينكرون الآخرة، يخلقون يعيشون يموتون بلا هدف، هكذا خلقت الدنيا عبثا، هكذا خلقهم الله عز وجل فيهم يحيون وموتهم. طب لماذا يموتون؟ لماذا يخلقون؟ لا يفهمون، ينكرون البعث والمسؤولية يوم القيامة. وما نحن بمبعوثين أي لحياة أخرى بعد الموت. ما هو موقفهم عندما يقفوا عند ربهم سبحانه وتعالى؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي للحساب والجزاء، لرأيت ذلهم وهوانهم وضياعهم وندمهم. يقول لهم القائل من قبل الله تبارك وتعالى، قال: أليس هذا بالحق؟ صحيح ولا مو صحيح؟ بعثتوا لتسألوا ولا مو صحيح؟ أنتم كنتم تقولون ما نحن بمبعوثين. فاعترفوا بما أنكروه وقالوا: بلى وربنا. يقسمون بربهم أنه هذا البعث حق وأن الله بعثهم كما قال. طبعا الجواب سيكون: قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الكفر باليوم الآخر هو كفر بالدين كله، مثل الطالب الذي يداوم في المدرسة ويحضر وكذا ولا يدرس ويعتقد أنه ما في لا امتحان ولا اختبار، يأتي في الآخر يأخذ صفر ويكون من الراسبين ثم يطرد من المدرسة. ولذلك الذين لا يحسبون حساب اليوم الآخر ويزعمون أن الدنيا خلقت هكذا عبثا لا هدف لها خسروا كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التالية: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فاتهم النعيم العظيم، هذا الذي خسروه. وأيضا: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، القيامة جاءت فجأة، فقاموا للحساب، قالوا: يا حسرتنا يا ندامتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كما تحمل البغال والحمير الأحمال الثقيلة على ظهرها. روي في الحديث أنه عندما ينفخ إسرافيل في الصور فيخب الناس من قبورهم يخرجون حفاة عراة. تقول السيدة عائشة: هكذا يا رسول الله ينظر الرجل من المرأة والمرأة من الرجل؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنهم لا يفكرون بما تظنين، الحساب عسير والشمس مقتربة من الرؤوس. يخرج الناس من قبورهم فيأتي كل إنسان منهم عمله أمامه، فإن كان عمله صالحا رأى عمله على شكل مركب حسن أو على شكل وجه حسن، فيقول له: من أنت بشكلك الحسن؟ يقول: أنا عمله، ركبتك في الدنيا فاركبني في الآخرة. فيأخذه عمله إلى أرض المحشر.
أما إذا كان عمله سيئا وقبيحا فيرى عمله على أقبح شكل مخيف، يقول له: من أنت؟ قد أفزعتني. يقول له: أنا عملك، ركبتني في الدنيا فسأركبك في الآخرة. فيقول له: لا أطيق. يقول له: لقد أفقتك في الدنيا فستطيق. فيعذبه عذابا ويسحبه، وإلى أن يصل به إلى أرض المحشر. وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية، وهم يحملون أوزارهم، يعني ذنوبهم التي خالفوا فيها أمر الله، وأولها الشرك بالله. وهم يحملون أوزارهم، أي آثامهم وخطاياهم الثقيلة، على ظهورهم، كما تحمل البغال والحمير الأحمال الثقيلة على ظهرها. ألا ساء ما يزرون، ساء وزرهم وحملهم، بئس ما يحملون. ثم يبين الله لنا حقيقة الدنيا، ما منعنا الله من أن نتمتع بها، ولكن نتمتع على الشكل الذي رسمه الله حتى تحقق لنا السعادة وتحقق الأهداف ونسعد في الآخرة. أما إذا كان غير ذلك فالحياة الدنيا ماضية وليست إلا كاللعب. يقول سبحانه: ولد وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب باطل ولهو لا ثمرة له ولا يعطي نتيجة إلا العمل الصالح الذي يعطي نتيجة، أما ما يشغل عن العمل الصالح فهو لا يعطي نتيجة. ولا الدار الآخرة يوم القيامة، أي الجنة ونعيمها، خير للذين يتقون، أي يتقون الله فيجتنبوا معاصيه ويعملوا بطاعته. أفلا تعقلون، ألا تستعملون عقولكم، هل سترت شهواتكم عقولكم فلم تعقلوا؟ الإسلام يا إخواني لو أخذته حكما حكما وبندا بندا، من الأمور التعبدية إلى التعامل إلى العلاقات الاجتماعية، لرأيته كله في خدمة الإنسان وفي سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك ديننا دين العقل، دين المنطق. تختم الآيات بقوله تعالى: أفلا تعقلون. كيف تكون عاقلا ثم تتبع غير الله فتضل وتضيع وتتعثر في الدنيا وتركبك الهموم والعقد النفسية، وتترك طاعة خالق الكائنات جبار الأرض والسماوات، الذي إذا أصابك شيء من الهموم وقفت بين يديه قائلا الله أكبر فزال عن قلبك كل شيء، وخرجت إلى الحياة سعيدا بنصرة الله وبعز الله وبالصلة بالله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.